أهلا بكم من جديد، ونستكمل نقاشنا الذي تسبب في جدل عن الموضوع طبعا الذي تسبب في جدل واسع في الأوساط المصرفية، وكما تابعتم كان له تأثير سلبي مباشر على أداء سوق المال وأداء قطاع المصارف بشكل محدد. هذا الأمر هو إعادة هيكلة الضرائب على أدوات الدين الحكومية. أستكمل الحديث إذن مع ضيوفي، الخبيرة المصرفية أستاذة سهر ضماطي، أهلا وسهلا، ودكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أهلا وسهلا يا دكتور. طيب، إحنا في نقط كنا وضحناها في الحلقة اللي فاتت، لكن أستاذة سهر خلينا نبدأ مرة تانية بالاجتماع اللي حصل ما بين وزارة المالية واتحاد البنوك. خلينا نعرف هما فعلا وصلوا لتوافق ولا كان أمر واقع لابد من التعامل بيه؟ طيب، هو السؤال بتاعك مهم جدا. الأمر الواقع اللي في الموضوع، أيوة، حصل زيادة ضريبة على السندات وأذون الخزانة، ده الأمر واقع. الأسلوب المحاسبي بتاعها هو اللي أدى إلى الزيادة دي في حدود 30-32% في الضريبة. طيب، البنوك هتدفع كذا ضريبة أكتر بنسبة 30-32%؟ وبعدين خلي بال حضرتك، إحنا عندنا مش كل البنوك برضو زي بعضها، لأن مش كل البنوك عندها حجم التيبلز أو السندات والسندات دي والأذون، مش كل البنوك عندها نفس الحجم ونفس الكمية، وبالتالي دي هتأثر على الضريبة اللي هتطبق عليهم. هتلاقي، أنا بقول في المتوسط بالنسبة للبنوك القطاع الخاص تقريبا. طيب، حصل أكتر من اجتماع، والاجتماع الأخراني وصلوا إلى مقترح معين لوزارة المالية. أهم ما في الموضوع الحقيقة أن هم اتفقوا على أن التطبيق ما يبقاش على البورتفوليو الموجود، التطبيق يبقى على اللي جاي، وبالتالي ده هيسمع في آخر 2019 بداية 2020، بما يدي فرصة للبنوك كويسة جدا أنها توفق الأوضاع بتاعتها في ضوء الضرائب الجديدة. لكن البنوك في النهاية هي مؤسسة وتستهدف الربح، هل معناها أنه هتقلل في البورتفوليو الخاص بيها من الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية؟ طيب، أنا هجاوب على السؤال ده بطريقتين. الجزء الأولاني، هل هتؤدي هذه الضريبة إلى تخفيض أرباح البنوك؟ أيوة، هتؤدي إلى تخفيض أرباح البنوك بنفس نسبة رفع الضرائب. تختلف بقى، تختلف من بنك لبنك على قد البورتفوليو، على بتاع حصة الاستثمار في السندات، فدي مهمة جدا. فده في بعض البنوك ممكن تخسر، يعني تقل أرباحها ب 100 مليون، في بعض البنوك ممكن تقل أرباحها ب 400 مليون، تختلف على قد حجم المحفظة اللي احنا بنتكلم عليه. فده نمرة واحد. طيب، ازاي البنوك تعالج ده او تتعامل مع ده؟ انا هقولك ببساطة، انت جيت النهاردة زودت لي تكاليفي كبنك، وانا كبنك هذه المحفظة بتمثل لي من ارباحي تقريبا، تختلف برضو في المتوسط من بنك للتاني، بنقول في حدود الانترست انكم او الفايدة اللي جاية من هذه المحفظة بتبقى تقريبا 40% من أرباح البنك، يعني ما بين 35 و40، عشان أبقى أكرت لو اتكلمنا على كل البنوك مع بعضها. يبقى أنا لازم أوجد طريقة كبنك علشان أتلافى التكلفة العالية اللي حصلت عليا. أوكي، ثلاث طرق. الطريقة الأولانية إن أنا أخفض حجم محفظة التيبلز والتيبونز اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها. أوكي، بحيث إن أقللها، فده يقلل لي من التكلفة. نمرة اتنين، لازم أقلل التكاليف بتاعتي، لأن هو بياخد مؤشر إجمالي التكاليف على إجمالي الإيراد، فأنا هنا لازم أعالج الجزء الخاص بالتكاليف إن أنا أقلله علشان أعوض تكلفة الضريبة اللي نزلت عليا. أيوه. الجزء الثالث، ممكن بعض البنوك تتجه إنها تقلل الفايدة على الودايع. إحنا مش هنتكلم على الشهادات، الشهادات بره الموضوع خالص، ما فيش حاجة هتمسها، ولكن ممكن البنوك تلتجئ إلى خفض الفايدة على الودايع، وبالتالي لأنها مش هتقدر تدي مثل هذه الأرباح في وجود أعباء أخرى، وبالتالي تقلل من حجم الضريبة على أرباحها. أوكي، دكتور عوض،
في رأيك ما الكلفة الاقتصادية لهذا القرار؟ يعني هي الأستاذة سارة تفضلت طبعا بشرح التفاصيل الدقيقة جدا في إعادة هيكلة هذه الضريبة وإعادة طريقة صياغة المحاسبية لها. التكلفة أو هل السندات معفاة من الضرائب أم لا؟ الإجابة عشان الناس بتعتقد إن فرض ضرائب يعني ما كانش فيه كان فيه إعفاء، لا هو مفروض عليها الضرائب بموجب القانون 128 لسنة 2008 بالتعديلات، وكانت القيمة أو النسبة المفروض عليها 32 ثم أدخل عليها تعديل وانخفضت إلى 20% تقطع من المنبع. وهي دي الطريقة المحاسبية القديمة. احنا عندنا موجودة على سيناريو ممكن نشوفها حضرتك نعرضها لأنها مهمة جدا. المقترح انه فصل أدوات الدين في المحاسبة أو عملية الحساب القيمة الضريبية المحققة عليها بآلية مختلفة. هذه الآلية تصطدم مع صحيح وأصول المواد القانونية والأصول المحاسبية، لذلك الدولة أو الحكومة اقترحت أن تكون بقانون لأنها ستعدل بالفعل بزيادة أعباء الضريبة. فلا يجوز تعديل الضريبة أو الإعفاء منها أو زيادتها أو انقصها بموجب لوائح، لابد أن تعدل بموجب قانون وبالتالي اللجوء إلى البرلمان. عشان كده الحكومة مقدمة مقترح بقانون. التعديل المقترح أنه يفصل أدوات الدين في قائمة مستقلة عن القائمة المالية للبنك أو للممول، هذا خطأ جسيم، لأن أنا لدي قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة وحدة القائمة المالية ووحدة الميزانية ووحدة الموازنات. اشرح لنا أكتر ما معنى وحدة القائمة المالية؟ وحدة القائمة المالية، أنا القائمة المالية دي بتمثل إيه؟ المركز المالي للبنك سواء في تحقيق أرباح. هذا البنك هو شخص اعتباري واحد، ذمته المالية واحدة، جميع العمليات التي تتم إدراجها أو التعامل فيها أو كافة النشاطات التي يقوم بها تقوم تحت اسم شخص اعتباري واحد بمركز مالي واحد. لماذا أنا أميز في المعاملة في قطاع معين وأتم نزعه من القوائم المالية لمحاسبته بكلفة أعلى ضريبيا وتحميل البنك في ذات الوقت هذه الكلفة؟ هنا تختل معادلة فكرة عدالة الضريبة. ليه؟ لأن كما تفضلت أستاذة سارة وشرحت لك الكلفة أو الطرق الثلاثة اللي هتتعامل من خلالهم البنوك لمعالجة هذا الخلل. إما هتقلل الفوائد أو الأرباح أو الفوائد على الودائع أو هتعزف أو تقلل من الاستثمار في أدوات الدين. وهنا الخطر، يعني أخطر نقطة هي نقطة العزوف أو التقليص أو تقليص تمويل عجز الموازنة في الدولة. لأن أنا كدولة ميزانيتي فيها مدنيات ودين كبير. صحيح أنا حققت في بالنسبة للموازنة العامة للدولة فائض هذا العام في الربع الأول، ومعنى هذا الفائض الأولي معناه أن أنا بعد فصل خدمة الدين والفوائد من الموازنة العامة للدولة لدي فائض، أي أن القدرة أو إيراداتي تتساوى مع نفقاتي. ده معناه أنه يحدد لك سقف أنك ما تقدرش تستدين أو يحد من الاستدانة المستقبلية. لكن على المدى البعيد أنا لدي فوائد وديون واستحقاقات وخدمة دين كبيرة جدا بمولها عن إيه؟ عن طريق الدور الوطني اللي بتقوم به البنوك المصرية. البنوك المصرية قامت بدور وطني منذ عام 2013 حتى الآن، بدور 2011 من الصفر من 2011 حتى الآن بدور جبار في تمويل موازنة الدولة وسد العجز فيه. فأنا عندما أدخل التعديل ما أدخلش التعديل يضر على مركزها المالي أو يخفض من نشاطها في هذا القطاع، لأنه طيب سيؤثر على موازنة الدولة. هو كان المستهدف على حسب ما سمعنا الحصول على تقريبا 10 مليار جنيه. تمام، هل 10 مليار جنيه تستحق كل هذه التغييرات؟ تذكري حضرتك عندما تحدثنا عن وخالفنا قانون الأرباح الرأسمالية على نشاطات الأوراق المالية والبورصة وكنا على الصواب وتدخل الرئيس وأوقفه ألغاه واستبدله بقانون سندناه كله هو قانون الدمغة. بالمناسبة في هذا القانون في تعديل مادة 82 أو 83 من قانون الدخل وقبلنا به كلنا ورحبنا به، الرئيس تدخل وقال إن هذا القانون خطأ وقفه، فتوقف واستبدل بقانون آخر. إحنا لا نتحدث إلا لصالح الدولة المصرية، يعني عندما يكون هناك خطأ ما أو ليس تصرف ليس في مصلحة الدولة ككل علينا نحن نتحدث في هذا الموضوع. فتدخل السيد الرئيس في هذا الموضوع وأوقف القانون. جيت أنا دلوقتي بستهدف
الرفع هذه القيمة الضريبية. أيوة. القيمة الضريبية هوصل فيها إلى ما كان قبل تحديد 20%. يعني هوصل لل 32 تاني مرة أخرى. أوكي. طيب هل هذه الكلفة الاقتصادية في هذا الوقت مناسبة؟ ردت على سعادتك البورصة لأن الاقتصاد الكلي للدولة ينظر له جميع أسواق المال، القطاع المصرفي، النقد، السياسات كلها. والحقيقة البورصة في أدنى مستوياتها من طبعا مايو 2017. وفي اليوم التالي تكبدت خسائر في رأس المال السوقي 18.5 مليار. إذن جاء الرد سريعا. طيب على مستوى الكلفة الاقتصادية في تمويل العجز والرغبة في الشراء والاستثمار في أدوات الدين، ما الذي تم عندما تقدمت أو طرحت الحكومة العطاءات لم يغطى بالكامل؟ صح. وكان يغطى بأضعاف فايدة أكبر. وطلبوا فايدة، طلبوا الفايدة دي اللي طلبوها عشان يواجهوا بيها كلفة الضريبة عشان ما يأثرش على عائد الأرباح بالنسبة للمودعين. طيب بالنسبة للأموال. خليني أسألك أستاذة سهر، هل دي طريقة البنوك في أن هم يبدو على التوافق ظاهريا لكن على أرض الواقع هم مش هيسلموا بالأمر وحيطلبوا فايدة أعلى في العطاءات ومش هيمولوا أو مش هيشتروا سندات الخزانة بنفس الوتيرة اللي كانت في السابق؟ ممكن يكون موقفهم إيه؟ شوفي أنا عايز أقولك حاجة، هو مبدئيا في 4 عطاءات أو أكتر لو أنا فاكرة بالظبط ما توافقش عليهم. ليه؟ لأنه الفايدة كانت الفايدة البنوك العرضية، الفايدة العرضية البنوك أعلى من اللي كان نازل بيها العطاءات، وبالتالي ما العطاءات دي ما اتقفلتش. ليه بقى؟ لان المخاطر النهارده بقت اعلى. كل المخاطر ما بتزيد، ونحن بنتكلم عن المخاطر الاقتصاديه في الدوله بما فيها الفايده والتضخم و و و و و، فالمخاطر عليت. فاصاب بما ان المخاطر عليت، لا انا مش هاخدها، مش هدخل عشان اشتري هذه الاذون والسندات باسعار لا تتوافق مع حجم المخاطر اللي انا باخدها دلوقتي، وبالتالي حصل عزوف، وبالتالي نقصت بكتير قوي العطاءات اللي كانت موجوده. الحاجه اللي واضحه هنا اهو الحقيقه هي وزاره الماليه بتحاول انها تزود الموارد اللي خاصه الموارد بتاعتها. الموارد بتجيبها منين؟ من حاجتين اساسا، يا من الضرايب يا من الجمارك، يا الاثنين مع بعض. أيوة. هي لازم تجيبهم الاثنين مع بعض. طيب احد من اكبر القطاعات اللي شغاله كويس وماشيه كويس قوي البنوك، ودي تعتبر قطاع يعني قوي جدا. فالنهارده انت بتقلل من ارباح البنوك. طيب ما نوسع قاعده الضريبيه بلاش. انا النهارده عندي القطاع الغير رسمي معلن رسميا ان هو يمثل 60%، يعني بتكلمي في حدود 4 تريليون. لما 4 تريليون ما بيدفعوش ضرايب نتكلم في ايه؟ ما دي كلام. فانت محتاجه تشوفي طرق. تقصدي بايه 4 تريليون؟ هذا القطاع الغير رسمي. حوالي 4 تريليون. الاقتصاد قيمته من الجي دي بي بتتكلمي في 4 تريليون اللي هو 60%. ايوه. طيب ال 60% دي كتير جدا من هذا القطاع، ما كانش كله ما بيدفعش ضرايب. طب ليه ما حاولش اوسع القاعده الضريبيه بتاعتي؟ ليه ما حاولش ادخل على القطاعات اللي اساسا ما بتدفعش؟ ايوه. ما ده كما ينفعش. وبعدين بنرجع نقول ايه؟ طب اصل مصر الضرايب فيها اقل من اي دوله. ضرايب فيها حاجات كتيره في مصر اقل من الدول الثانيه. ايوه بقى هم ليس فقط الضرايب ولكن الخدمات ايضا يعني واشياء كثيره. بس بنقول لو اتكلمنا على الضريبه بالمقارنه بالدخل القومي للدوله، مصر حوالي 15.5، المتوسط في العالم بنتكلم في حدود 30%. ايوه. بس في ال 30% اللي انا بتكلم فيهم دول الناس كلها بتدفع. ايوه، مفيش حد بره الرادار زي ما مفيش حد بره القصه. طيب عايز اسال حضرتك انه توقيت الضريبه وقرب الاعلان عن قانون البنوك الجديد، شايفه ما بينهم علاقه؟ لا. انا مش شايفه ما بينهم علاقه، انا شخصيا أوكي. وجهه نظري ليه؟ الغرض من الضريبه زياده موارد الدوله من الضرايب اساسا، ولكن القانون لا، القانون بينظم حاجات كتير جدا، بينظم دور البنك المركزي، بينظم دور البنوك، بيحط الحوكمه، بيحط اسس الائتمانيه، بيحط اسس التعامل في الاسواق المختلفه، يعني القانون بيتعرض الى حاجات كتير جدا. اوكي. ملوش دعوه بموضوع الضرايب
والحاجات دي كلها. دكتور عوض، أحب أعرف من حضرتك إيه توقعاتك في هذا الملف في الفترة المقبلة، لأنه في آراء كثيرة يعني جدلية حوله. أنا أعتقد أن مستقبل هذا القانون سوف يلاقي ذات المستقبل لقانون الأرباح الرأسمالية على التعامل في الأوراق المالية، أرباح البورصة، وأنه سوف يثير جدلا كبيرا داخل أروقة البرلمان، وخاصة سوف يدرس بشكل تفصيلي. وأنا بنصح أن يتمهل متخذ القرار في إصداره، وأعتقد أن الأمر سوف يرفع للسيد الرئيس الذي سيتدخل بدوره إلى الفصل في هذا النزاع، ودوره هو الفصل بين السلطات والفصل بين المؤسسات ونزاعات مؤسسات الدولة. قضاء البنوك إذا كان يتحدث على استحياء في قبول، طبعا مش هيقولك أصل البنوك عندنا في مصر البنوك الوطنية حصة الوطني عالي، فما يطرح عليها سيقال لهم ان انا محتاج ان امول، محتاج ارفع في الموازنه، معني محتاج تمويل، محتاج رفع ايرادات. فما حدش هيسمعك كلمه لا، لان كلنا موافقين ان احنا نرفع ايرادات الدوله، لكن ستجد بما لا يؤثر على ربحيه القطاع، لان ستجد ما يؤثر عليها يقول لك والله الممولين والمكتتبين في سندات وادوات الدين احجموا غير راغبين في الاستثمار في هذا الجزء او هذا القطاع، فيجي لك رد الفعل عملي، اي ما يقال وما يعلن عنه انا لن اغضبك ولكن في ذات الوقت لن أطاوعك أو لن أسيرك في زنهجك، لأن أنا لي أدواتي، لأن أنا في النهاية كبنك أو كشخصية اعتبارية لي مركزي المالي، بتعامل مع المتعاملين بمركز مالي واضح. نعم. أنت عندك عشان أخفض لهم من دلوقتي الأرباح أو أخفض الودائع أو أخفض الفائدة عليهم، أنا طبعا بقول له أن أنا بتجه إلى يعني قطاع من المخاطر أو لفيف من المخاطر في نشاط كان آمنا 100% تماما، يعني هذا النشاط يعني منعدم في المخاطر، السندات والسندات الخزانه. أيوة. وسندات الدين، وزن الخزانه وسندات الدين منعدم، ولكن في ذات الوقت هو بيشيل لي جزء كبير جدا من البنك على ذات قدر المحفظه المستثمره في هذا، كما تفضلت الاستاذ سهر وقالت ان بقدر محفظه البنك في الاستثمار في هذا القطاع. سؤالي الاخير، مين البنوك الاكبر استثمارا في ادوات الدين؟ البنوك الحكوميه؟ طبعا طبعا، لان انت بتتكلمي على بنوك ضخمة جدا، إجمالي أسس إجمالي أصول عالية جدا، ودول يمثلوا تقريبا حوالي 55% من إجمالي السوق، وبالتالي هم برضو هيبقوا أكثر تأثرا من بنوك القطاع الخاص. وفي كلمة واحدة، تتخيلي أنه سيتم مراجعة هذا القرار ولا مش في الوقت الحالي؟ أتمنى. تتوقعي؟ تتمنى. أتمنى أتمنى. أوكي. وأتمنى حاجة لو تسمحي أحب أقولها. تفضل. أتمنى التنسيق ما بين وزارة المالية والجهات التي يطبق عليها ضرائب مختلفة لمصلحة البلد. شكرا جزيلا لوجودكم مرة تانية ولحرصكم على الأوصي. لا، أنا بقول بحتمية إرجاء هذا القانون لانخفاض عجز الموازنة. عندما تصل انخفاض العجز إلى النصف من القيمة الحالية أو من القيمة الحالية لموازنة الدولة يمكن فرض هذا القانون، أما قبل ذلك الأثار ستكون يعني غير محمودة. شكرا جزيلا دكتور عوض الترساوي وأيضا الأستاذة سهر الضماطي، ومرة تانية بشكركم على حرصكم أنكم تستكملوا الأفكار اللي كانت يعني محتاجة شوية توضيح من الحلقة اللي فاتت. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، نبقى معكم في مال وأعمال ونأخذ نظرة سريعة بعد الفاصل على أحد مشروعات ريادة الأعمال. كونوا معنا.